عقد من الزمن، استطاع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 المساهمة في بناء إرث عريق، والذي ساهم بنقل المعرض من معرض تجاري إلى آخر إنساني بامتياز، وذلك لعرض إبداعات أصحاب الهمم ومنتجاتهم المتنوعة. الهدف من المشاركة نحن في هذا المعرض أن اليوم نحن نروي مرتادين وزوار المعرض قدرات وإمكانيات أصحاب الهمم، والهدف من هذا الشيء اليوم هو دمج وتمكينهم وعرض مواهبهم، ومواهبهم سواء كانت إنتاجية أو قدراتهم العالية. احنا استهدفنا هذا المعرض الكثير من المنتجات الجديدة والحصرية الخاصة للمعرض الدولي للصيد والفروسية مثل المنقلة والمخلاة والوكر الرملي، بالإضافة ضفنا للأشياء مثل الصديري دخلنا شيء جديد، بالإضافة للمنتجنا الآخر مثلا المدة والسجادة والزولية. كما نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المعرض ورشا حية متنوعة يقدمها طلاب المؤسسة بالتعاون مع مدربيهم حول كيفية إنتاج هذه المنتجات داخل ورش التأهيل المهني بالمؤسسة. وتم إعداد جدول زمني للورش الحية إلى جانب إبراز قدرات أصحاب الهمم وإمكانياتهم في إنتاج منتجات تخدم مجالات الصيد والفروسية. مشاركين في هذا المعرض نظهر قدرات أصحاب الهمم، ندمجهم في المجتمع، نظهر الأعمال اليدوية اللي عملوها، فهذه فرصة سعيدة كذلك، ونتمنى الجميع يحضر هذا المعرض. والله أشياء جديدة دائم عندنا تطور، عندنا واحد من أصحاب الهمم عامل ريبورت ويول حسب اليولو. تعتبر المشاركة في المعرض فرصة فريدة لتعزيز الوعي بقدرات أصحاب الهمم وإبراز دورهم الفعال في المجتمع من خلال المساهمة في مجالات مهمة مثل الصيد والفروسية، وذلك لتعزيز حضورهم في مختلف المحافل. تجسد مشاركة أصحاب الهمم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية روح الإبداع والابتكار، إلى جانب المساهمة بفخر في الحفاظ على التراث الأصيل. لمركز الاتحاد للأخبار ندى الزعابي، أبوظبي.